قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إحدى الواجبات العينية على كل مكلف فريضة التقوى، نحن ربما يخطر ببالنا أن هذه الفريضة مفروضة على أئمة الجماعة فقط، إمام الجماعة يجب أن يكون متقياً، والشاهد يجب أن يكون متقياً، ومرجع التقليد يجب أن يكون متقياً، ولكن هذا التصور لا نصيب له من الواقع. هذه الفريضة، فريضة التقوى، واجبة عينية على كل مؤمن ومؤمنة، يعني كل واحد منا يجب أن يكون بحيث يصلح أن يكون إماماً للجماعة. الرجل يكون إماماً للجماعة يجب أن تكون فيه هذه الصلاحية، والمرأة أيضاً تكون فيها هذه الصلاحية أن تكون إماماً للجماعة للنساء. وفي واقع الأمر يمكن لنا أن نقول إن كلمة التقوى تمثل عنواناً إجمالياً ينطوي في داخل هذا العنوان جميع الواجبات العينية. الواجبات العينية في الدين هذه كلها تنطوي تحت كلمة واحدة وهي كلمة التقوى. ما هو الطريق إلى التقوى؟ هنالك عوامل كثيرة، ولكننا نكتفي في هذه العجالة بثلاثة عوامل. هذه العوامل عوامل مساعدة على حصول صفة التقوى. العامل الأول: ألا يعيش الفرد أجواء المحرمات. أجواء المحرمات ما هي؟ أجواء المحرمات يعني أصدقاء السوء مثلا. واحد لا يقول أنا محصن. عندنا في الحديث الشريف: من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. إذا أكو هنالك تيار كهربائي مجرد، أنتو باحتياط كامل وضعتم يدكم قرب هذا التيار أو السلك الكهربائي، هذه تمثل مغامرة. يمكن في المرة الأولى، في المرة الثانية، واحد
لا يصاب، ولكن فجأة يصعقه التيار الكهربائي. العامل الأول: ألا يعيش الفرد أجواء المحرمات. العامل الثاني: أن لا يفكر الفرد في المحرمات مجرد تفكير. الله تعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. التفكير في المحرم خطوة نحو المحرم. هنالك مثل يقول: قل لي ماذا تفكر أقل لك من أنت. حقيقة الفرد تكشفها أفكاره. إحنا يمكن في كثير من الأحيان لا نعرف ذواتنا، من أنا؟ ربما لا أعرف، ولكن حقيقة الفرد كامنة في أفكاره، ماذا يفكر من الصباح إلى الليل. هنالك حديث على ما أتذكر عن المسيح صلوات الله عليه يقول: إن أخي موسى أمركم ألا تفعلوا المحرمات، وأنا أقول لكم لا تفكروا في المحرمات، لأنه التفكير في الحرام حتى إذا لم يحرق البيت، عندكم بيت، الحرام مثل نار تحرق هذه البيت، ولكن التفكير في الحرام مثل دخان يفسد هذا البيت. فالعامل الثاني: ألا يفكر الفرد في المحرمات. العامل الثالث، ولعله يبدو عاملا عجيبا عند البعض: أن يبتعد الفرد عن تصور المحرمات. تصور المحرمات خطوة نحو الحرام. لعلكم قرأتم أو بعضكم في المنطق علماء الدين درسوا لعله ضمن بحوثهم أن العمل يتقوم بمقومات، لابد أن توجد هذه المقومات حتى يتحقق العمل في الخارج. العامل الأول: التصور. التصور يعني حصول صورة الشيء في الذهن، انطباع. العامل الثاني: التصديق بالفائدة. العامل الثالث: العزم. العامل الرابع: الجزم أو بالعكس. ثم بعد هذه العوامل تأتي حركة العضلات نحو المطلوب، تتحركون. فأول عامل من عوامل الحركة التصور. التصور قضية خطيرة. ربما واحد يقول إن التصور عملية غير اختيارية، هذا الكلام مو صحيح، لأن التصور عملية اختيارية باختيارية مقدماتها. ما هي هذه المقدمات؟ أحياناً واحد الحرام لا يتصوره. أنا أجيب لكم مثال لتقريب الفكرة. يقولون العلماء أن الطفل، هذا مذكور في علم التربية وغيره، أن الطفل لا يتصور هنالك شيئاً يقال له الكذب.
مو أنه ما يفكر في الكذب، التفكير مرحلة متقدمة، واحد يفكر أنا أكذب، لا ما يصور هذه الصورة، يعني لا يرى أن هنالك في الخارج شيء مغاير للخارج. انطباع الذهني أنه لا توجد إلا الواقعية العينية الخارجية. هذا الطفل في مراحل الأولى تصور الحرام ما يجي في ذهنه، تصور الكذب. ولكن على أثر سلوك الوالدين أو أصدقاء السوء أو ما أشبه ذلك يتصور الكذب، أنه يمكن يكذب. هذا التصور خطوة نحو الكذب. هنالك آية لطيفة في القرآن الكريم لعلها تشير إلى ما نحن فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. غافلات يعني شنو؟ غافلات لعل معناه والله أعلم بحقيقة الحال، تصور الحرام ما يجي في ذهنهم. هذه المرأة اللي عاشت في أجواء الفضائيات الهابطة، صور الحرام موجودة في ذهنها، طرق الحرام موجودة في ذهنها، اللي طالع المجلات البعيدة، الجرائد البعيدة، تقعد ويا بنات أو نساء يتكلمون بكلمات غير متزنة، هذا ذهنها مملوء بصور الحرام، ولكن المرأة المؤمنة غافلة. غافلة يعني شنو؟ لعل معناه أنه لا تعلم أن هذا طريق للحرام وأن هذه صورة للحرام. أكو في أحاديثنا أنه قوم من الأقوام لا أذكرهم الآن فوق المنبر لم تكن تخطر في بالهم كمجرد تصور صورة من صور الحرام. الشيطان جاء، الشيطان الأكبر يعني إبليس، جاء إليهم وألقى في أذهانهم هذه الصورة اللي ما كانت تخطر على بالهم. ولذلك في الواقع الابتعاد عن الفضائيات الهابطة والمجلات الهابطة والكتب الهابطة والصديقات والأصدقاء الهابطين، هذه قضية مهمة جدا في قضية التقوى، أن يبتعد المؤمن عن أجواء الحرام أولا، وأن لا يفكر في الحرام ثانيا، وأن لا بقدر الإمكان أن لا تكون في ذهنه صور الحرام ثالثا. بالله بمحمد علي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.